سبحان الله ديك الاميه وكيتحدى ابناء الشعب وكيقول انهم نجحوا بغض النظر على واش كاين شي مسطره صراحه اللي سكوا في هذه الحاله هذه ولا غير واحد رد واحد التبرير اللي هو فهذا السيد هذا كيقول واحد محمد اليوم في امتحان بالاضافه للمجزره اللي وقعت في امتحان محاماه الدوراتي سواء دوره بجنبي او دوره ميوز فاليوم تنضافوا كارثه اكبر لهذه المساله ديال 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 وزاره العدل اللي كانوا ضحيه ديالها ولاد الشعب فاليوم تنضاف كارثه اخرى وهي امتحان المنتخبين القضائيين اللي بعد الاعلان عليه كانت واحد اللائحه اللي عامره بالفساد وبالمحسوبيه وبالزبونيه ونحن نعرفهم كانت الاغلبيه ديال اللائحه فيهم ناس ديال من 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 الديوان ديال السيد الوزير كيتحدى جميع سواء القانون سواء القانون لا سواء الدستور لا سواء اللي سميتو الدستور اللي حنا صراحه على راسنا وعلى عينينا وكنبغي تعتبر هو المرجع الاساسي اللي كنحتاجو ليه في هذه البلاد ديالنا ولا سواء القوانين التنظيميه كيقول لك اودي الولوج القانون اللي ولوج الوظيفه العموميه للمغاربه على حق على حد سواء الحق في ولوج الوظيفه العموميه على بالاستحقاق فاليوم السيد الوزير ما كنشوفوش الاستحقاق ما كاينش لانه كتشوفوا ما كاينش تكافؤ الفرص بين لا يوجد تكافؤ الفرص بتاتا لا ليس ما كاينش تكافؤ الفرص الناس درنا المجهود اليوم كنوجدوا كنحضروا سميتو ديالنا كان حنايا صراحه ماشي فقدنا ما عمرنا غادي نفقدوا الثقه في المؤسسات ديالنا ولكن انا غادي نقول باننا فقدنا الثقه في هذا اليوم حاليا في وزاره العدل في هذه اللحظه من الناس اللي كيسيروا الذي يشرفون حاليا على وزاره العدل ما كنحطوش الثقه في وزاره العدل كمؤسسه وانما في الاشخاص اللي كتسير واخا انا كنشوف السيد وزير العدل سواء اللجنه المشرفه على الامتحان هاد الناس هادو كيتحملوا المسؤوليه ديالهم فيما ستؤول اليه الاوضاع وانا بهذا المنبر هذه كنقول انني اقسم بالله العلي العظيم لن اتنازل على حقي ولو بالموت رانا ترصدت في امتحان المحاماه ترصدت في امتحان المفوضين القضائيين انا لواحد الدرجه ما عرفتش غير مازال باقي عندنا ديك النفس اللي كتخلينا اننا كنقولوا ربما تقدر توقع شي معجزه في هذه الوزاره هذه وتكون واحد شويه ديال الشفافيه اللي صراحه اللي تقهرنا من البطاله حنا غير ولاد الشعب حنا واحد الطبقه اللي مسحوقه قرينا الحقوق من حقنا اننا تكون عندنا واحد في هذه البلاد ديالنا الحبيبه هذه تكون عندنا واحد شويه ديال مبدا تكافؤ الفرص وديال الشبابيه ونقطعوا مع هذه المسائل هذه اللي صراحه يعني نقدروا نقولوا سمح لي قطعتك نقدروا نقولوا بان يعني النجاح ديال هذا السيد هذا اللي ما كيتوفرش على الشروط اللي هي يعني المفروض تكون في المترشح يعني بحال نقولوا هو غير الظاهر اما الباطن يعلم به الله اشنو كيوقع في هذه المباريات سواء ديال المنتدبين القضائيين او ديال المحاماه يعني كنشوفوا بان هذه الشخصيه اللي معروفه اللي نجحات بحال كنقولوا هو خرق سافر بشكل اللي هو واضح كتشوف بان واش الوزير يعني ما كيباليش لهذا الشيء ديالكم ولا كتشوف بانه يعني كيتعنت وما باغيش انه ينصفكم كما قلت لك انا ان هذه المساله هذه ديال هذا الشخص هذا اللي هو معروف لذلك معروف عند الراي العام ومعروف عند المغاربه انه ناط عليه واحد الهاله اعلاميه بالتواجد ديالو في ديك اللائحه انا اقول لك من هذا المنبر ان هذاك الشخص راه غير نقطه في البحر ما كاينش غير هذاك الشخص الاسماء راه هذيك اللائحه فيها 200 ديال المنجحين كنا كنعرفوهم بالاسماء كانت واحد المحسوبيه واحد الزبونيه ابار داك الشخص هذاك الشخص لا اطعنوا في النجاح ديالو ولا الكفاءه ديالو هذاك الشخص ربما كما جاء السيد على لسان السيد الوزير انه عنده الكفاءه هذا ممكن حتى هو مغربي وحتى هو من حقه انه يكون عنده حقه في سميتو في ولوج الوظائف العموميه ولكن الشروط ولكن كتبقى المساله ديال اللي كتناقش اليوم هي هذا الخرق ديال قانون الوظيفه العموميه يعني باش تجي تدوز على واحد القانون اللي هو ديال الوظيفه العموميه يعني هذه المساله هذه خصها تعاد فيها النظر والسيد الوزير في الوقت كيخرج بواحد التصريح اللي عقلاني ويبرر علاش هذه المساله هذه او حنا كنا ننتظر انه يخرج ويبين المصادر كيفاش داز إذا كان عندك شي ترخيص مثلا استثنائي من الحكومة، هذا الترخيص الاستثنائي راه خصو يكون على سميتو أنا كنعرف ناس
مثلا اللي فاتوا السن ديال 45 سنه اليوم يعني صافي يعني عندهم ما يديروا. يعني الا كان هذا الطرح استثنائي يعني خصك تقول لهم مغاربه وتقول لهم كيفاش المصاري باش يسلكوا هذا باش تما على علاقه بالمساواه. هذا باش تجي بالعوض ما تكون عندك واحد الرد اللي هو عقلاني في اطار المنطق في اطار شي حاجه اللي عقلانيه واطار المنطق واطار القانون. انت كتجي اليوم وكتحدى ابناء الشعب وكتقول لهم انني باش في حسن. فصراحه فهاد الحوجات هادو ما كيخليونا الا كنزيدو صراحه حنا ما عمرنا غنفقدوا الثقه ديالنا في المؤسسات، وانما خاص يكون واحد 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 التفاعل ايجابي وجدي من اجل حل حاله هذا الملف هذا. شكرا. جدنا مشاهدي قناة شكري مباشرة من الرباط من أمام البرلمان، ضحايا امتحان المحاماة عادوا من جديد الوقفات احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بالإنصاف ديالهم. كيفاش ممكن واحد وزير ديال الأدب شاب فلوس مع راسو شاب راح مع راسو غاتجي تعطيه منصب مالي وهو قرب التقاعد؟ إذا في ملعبات واش من نظركم أن مستشار وزير الأدب بحاجة إلى منصب مالي؟ بحاجه لواحد الوظيفه بادنى مراتب السلم ديال الوظيفه العموميه وكيجي كيتلاحم مع ابناء الشعب؟ واش من نظركم ان هذاك السيد غادي يبقى يمشي يهز في المحاضر ويطلع فيهم ويهبط ويبقى يعمر في المعلومات ديال الجلسات في السيستيم؟ اذا يكفي من العباد وهبي يكرس المنطق ديال المطفي الاشباح اللي كيعطيهم مناصب وهميه باش انه يتم الترقيه ديالهم، وهذا السيد كيقوم باغراق المؤسسات ناس مقربين منه ناس مقربين من الحزب ديالو لقضاء اغراضه الشخصيه. كيقوم اذا هو باستغلال النفوذ وتضارب المصالح وكيكرس واحد المنطق ديال انه كيحول المؤسسات ديال الدوله لمؤسسات خاصه وضيعات خاصه يعبث فيها كما يشاء ويقضي اغراضه كما يشاء.